من بعد ما تعدني على بنتي خرجت الخبرة بأن بنتي باقا عزبة، الحمد لله بشرفة، حيت كون ما كانتش بنتي باقا بشرفة وخا هيتك بالعرض صعيب. واخا حيت كان بالعرض صعيب، انا مراني كنت مجوجة غنمشي عند الوكيل نقول ليه راجلي راه بغا مني المحرمة غيصيفطو للحبس عاد مجرد طفلة عندها 13 عام. داتني عند المديرة قالت لي بنتك ما غاديش تكمل معنا الدراسة. قلت لها علاش علاش بنتي ما تكملش الدراسة؟ بنتي شي دايرة شي حاجة خايبة؟ ها شهادة طبية كلشي. قالت لي سيري قريها في بريفي. انا دابا غا شحال غا 13 عام وانا مطلقة بنتي، ما تجوجتش، ما لحت بنتي في الزنقة، ما عشت السعادة ديالي على التعاسة ديال بنتي، ولكن المدرسة دمرتني، المدرسة خرجت لي بنتي للشارع. وزارة التعليم هي المشكل ديالنا اليوم، هما اللي خصهم يلقاو الحل لهاد الدرية هادي. دابا هي خرجت الدرية في عمرها 13 ولا 14 عام، فين غتمشي؟ واش غتمشي للزنقة؟ غتمشي للشارع؟ هي ما كتقراش، فين هو الإدماج؟ فين هما يعني نشدوا بالدراري الصغار ندخلوهم يقراو؟ حشومة عليكم، حشومة عليكم، البنت راه تدمرات في حياتها، واحد استغلها وحش كبير وزدتو دمرتوها في المدرسة ديالها، والبنت شحال باقي لها؟ باقي لها 4 سنين تولي مرا. مشاهدي قناة مغرب نيوز، مرحبا بكم دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية. اليوم معنا مريم، مريم أم دعاء. غدوينا على واحد الموضوع اللي بزاف الناس ما كيتجرؤوش يدويو عليه، موضوع فيه تغرير بقاصر كينتج عليه الطرد من المدرسة، من بعد الطرد من المدرسة كتلقى راسها في الشارع هي والبنت ديالها. مريم اليوم غندوي أنا وياك، نبداو نرجعو عامين اللور، عامين اللور غدوينا على النهار اللي خرجت فيه بنتك، كان السبب هو التغرير، دوينا عليه. السلام عليكم. واخا هادشي هذا تيضرني ما تقدرش نهضر فيه، نعاود ثاني غنعاود فيلم خايب ديال مده سنتين البنت ديالي وقع لها تغرير من واحد في عمره 19 عام تيسكن في الحسيمه على الفيسبوك مدة شهرين، هو تيلعب لها بعقلها بحكم الزواج ما الزواج. من بعد بانه طلعت عنده وقع مشكل مدة 5 ايام وحنا تنقلبو لا البوليس لا انا. النهار السادس شافني هو على الاعلام، الام ديالو كبتها هي في الكار، قالت لها سير دعاء ديري تكبري ديري 16 عام لاكارت واجي نجوجك ولدي. واخا اسمح لي مريم نقاطعك انا، هاد الخمس ايام ولا هاد السيام كيفاش كانت الحاله ديالك انت؟ انا الحاله ديالي جنون، حنت الناس راه تيعرفوني بانني انا كنت في الجنون، تنجري في الزنقه حفيانه، المهم الجنون ديال بصح. من بعد ما البوليس داو الاجراءات ديالهم والبنت ديالي تواصلوا بها، النهار السادس لقاوها في المحطه ديال الكيران ديال الرباط حيت هما ركبوها، هزوها البوليس بداوها تيقولوا لها السميه الكنيه ديال هذا المجرم هذا، ما توصلنا حتى شي حاجه. الله يجازيه بالخير النيابه العامه قالوا لي غنديروا لها الخبره. من بعد حاشا الناس جات الدم، من بعد قالوا لي مريم البنت غادي تتسالي منها وغادي تجيبي هنا ونعاود ندوي لها الخبره. انايا من بعد البنت ديالي تقول لي ماما هادشي تيضرني ماما، قلت لها بنتي واش انت تقدري تعقلي شويه؟ قالت لي اه. هزيت بنتي تلاجات انا للحسيمه، تلاجات للحسيمه وصلت، مشيت نيشان للكوميساريه داو الاجراءات، مشينا ركبنا مع البوليس تخرجوا المجرم من الدار. من بعد المجرم خدا الجزاء ديالو تحكم عليه. واخا نرجعوا واحد شويه، ملي وصلتي للحسيمه كيفاش مشيتوا للدار؟ كيفاش لقيتوه؟ كيفاش من بعد ما وصلت للحسيمه تلاجات النيابه، هضروا دخلوا البنت هضروا معاها
هزوني انا وياها في الصطافات. انا تنعرف غير بان البوليس يدورو تيقولوا لها دعاء غيب شويه عليك بنتي تفكري. يعني هي بقات غاقره بقات غدو كتنعت له بشويه بشويه ودرنا بزاف. من بعد ما خرجوا المجرم من بعد ما هبطوا الكوميساريه يلا غدلين قالوا غنديروا لها الخبره ديناها. بعد بحكم البنت كانت باقا فيها حاجه كمنا غير داروا لها الخبرة. دكتور ودكتورة خرجت عندي قالت لي شكون يدير هادشي فينا هادشي كلاف الحسيمة. قالت لي لا حول ولا قوة إلا بالله ما بغاش نجبد هاد الموضوع. المهم كان اعتداء على الطب. شوفوا دابا غير حكمت عليا الظروف باش نجبد هاد الموضوع ديال سنتين دابا حاليا. من بعد ما تعدى لي على بنتي خرجت الخبرة بأن بنتي بقى عزبة الحمد لله بشرفة حيت كون ما كانتش بنتي بقى بشرفة وخا لهيتك بالعرض صعيب. وخا لهيتك بالعرض صعيب انا مرة ملي كنت مجوجة غنمشي عند الوكيل نقول ليه راجلي راه بغا مني المحرمة غيصيفطو للحبس عاد مجرد طفلة عندها 13 عام هو في عمرو 19 عام. من بعد خدا الجزاء ديالو رجعت بنتي احتضنت بنتي. انا الطبيبه انا الام انا كل شيء. ديت درت لها شهاده طبيه رجعت للمدرسه البنت تقرا مزيان بخير. حكم هادشي اللي داز عليها دوبلات حتى هما ما قدرونيش بحكم هادشي اللي وقع عليها سقطوها. فاش كانت كتقرا شمن مستوى؟ السابعة نورمال خصها تطلع للثامنة هما دوبلو ليها ما قدرونيش الأساتذة. قلت معليش. من بعد بنتي كملت الدراسة ديالها من بعد عاوتاني دوبلات ليا البنت مرضات وراحنا عيالات عادي بحكم هادشي اللي وقع عليها عادي خاص الناس يتقبلوا خاصها يشوفها شي طبيب ولكن خاصها تكمل الدراسة ديالها ما خاش كملي لينا دابا غنوصل للموضوع ديالي دابا المهم هو هادشي هذا مر عليه سنتين. من بعد البنت ديالي غيبت مدة ديال 3 ايام ديتها درت لها شهادة طبية دخلتها للأستاذة اجتماعية تما هي اللي استقبلتني قبل المديرة قالت لي بنتك دعاء مدخلينا حنايا باستعطاف جبدت لي واحد الملف قلت لها لا جزاك الله كل خير مدخلها باستعطاف شكرا. داتني عند المديرة قالت لي بنتك ما غاديش تكمل معنا الدراسه. قلت لها علاش بنتي ما تكملش الدراسه بنتي شي دايره شي حاجه خايبه ها شهاده طبيه كلشي. قالت لي سيري قريها في البريفي. قلت لها كيفاش نقريها في البريفي وانا خدامه غير ب 700 درهم 800 درهم حتى 1000 درهم انا مجرد خدامه غير في قهوه. كاين سمحي لي علاش هي تقول لك بالضبط بريفي علاش ما تقراش في المدرسه ديال الدوله؟ لا حيت المدرسه ديال الدوله ديال قلب سميتها وقلم بسميتها حيت هما تيقولوا لك اولادنا اطفالنا والقرايه والدراسه راه ما كاين والو. شنو السبب ديال الطرد هذا؟ الطرد هو البنت منين وقع لها داك المشكل ومنين غيبات ليا حيت هي دوبلات سنتين ومنين دخلوا للاستعطاف هما سببها. نعاود نقولها حيت هما ما قدروش هذاك الشيء اللي وقع للبنت ما احتضنوش هذه البنت وقالوا لها اجي نكملوها. انا يا ام عباد الله مع مو ما شافوا ام انا غمطلقه ببنتي من 2010 انا دابا غير شحال غير 13 عام وانا مطلقه ببنتي ما تزوجتش ما لحت بنتي في الزنقه ما عشت السعاده ديالي التعاسه ديال بنتي ولكن المدرسه دمرتني. المدرسه خرجت لي بنتي للشارع. انا اسمحي لي يا مريم انا المدرسه هذه اللي كاينه في مدينه سلا على ما اظن كاينه في مدينه سلا انا المدرسه خاصها تكون هي اللي خاصها تعاونك على البنت ديالك هي اللي خاصها تشد بيدها ويعاودوا ما خصهمش يطردوها. دابا هي طردوها فين صيفطوها شنو قالوا لك فين تمشي؟ قالت لي سيري قريا في بريفي وخرجي عليا بحالك. هي وليد الامر ديالها اللي تصيفطها تقرا في بريفي علاش ما تقراش في تما في المخزن؟ ما نشوف نقول لك واحد الكلمه انا بغيت نوصل الرساله ديالي للجمعيات ولكن الجمعيات يأست منهم والرساله ديالي للوزير التعليم حتى الوزير التعليم بكل احتراماتي لك انت راه في ريستورون ما غتسوقش ليا حيت انا طلعت مع 10 المنابر وجوج الناس قبل الشعب المغربي الشعب المغربي المحترم قبل جوج الناس تيشوفوا المنابر الشرطه والجمعيات هما الاولين تيشوفوا المنابر. حنا سمحي لي يا مريم حنا اليوم ما عندناش علاقه بالجمعيات حنا اليوم الرساله ديالنا الاولى
لوزاره التعليم. وزاره التعليم هي المشكل ديالنا اليوم، هما اللي خصهم يلقاو الحل لهاد الدريه هادي. دابا ها هي خرجت الدريه في عمرها 13 ولا 14 عام، فين غتمشي؟ واش غتمشي للزنقه؟ غتمشي للشارع؟ هي ما كتقراش، فين هو الادماج؟ فين هما يعني نشدوا بالدراري الصغار ندخلوهم يقراو؟ كيفاش تمشي تخرج للزنقه؟ شنو تمشي للفساد؟ فاش تمشي باللغه العربيه؟ هي وصلت عليا ديك المديره، مديرة هذيك مجرد غير ما عرفت كيفاش نسميها، قالت لي سيري قريها في البريفي. قلت لها الا بغيت نقري بنتي في البريفي غنمشي ندير الحرام، نمشي للفساد، غنقريها في البريفي وغنسكنها في ابارتوم واحد. انا كنت ساكنه غير في بيت، والبيت ماشي حرام، وماشي حرام المراه تخدم بالحلال. واش بغاونا؟ واش هما عليهم؟ بصراحه الله ما يكذبش عليك، حشومة عليكم، شو مالكم؟ البنت راه تدمرات في حياتها، واحد استغلها، وحش كبير، وزدتو دمرتوها في المدرسة ديالها. والبنت شحال باقي لها؟ باقي لها 4 سنين تولي برا. حرام عليكم. شنو من خلاصة هادشي كامل؟ نسوني انا مجرد ام تندافع على حق بنتي وعلى حق الاطفال كاملين. علاش تشردوا الاطفال من المدارس؟ علاش هما سلم مراهقة؟ علاش ما نحتضنوهمش؟ علاش ما نحتضنوش ولادنا انا غلطوا اللوحهم للجلاج، اللوحهم للزناقي؟ ما يكفاكمش هاد الشيء هذا اللي كاين في الزنقه؟ دابا انا ام محتضنه بنتي، فين بغيتوني ندي هاد البنت؟ بغيتي تولي دير 17 عام ندير لها باسبور وصيفطها؟ بالله عليكم نتوما تخافوا من الله؟ واش كيفاش غادي اخويا هادشي هذا غتهرب؟ مريم غير صبري ان شاء الله غيكون الحل. مريم هذه الصدمه الثانيه من بعد الصدمه الاولى اللي هي الاعتداء على الطفله ديالك. من بعد هاد جوج صدمات قررتي تهاجري للمدينه وتجي لمدينه الدار البيضاء. واش كيفاش جيتي وشنو السبب اللي خلاك تجي هنا؟ صافي منين شردتني المديره قالت لي سيري عمي بحرك. انا بحكم صراحه بحكم انا ام وتنحترم القانون، تنحترم المؤسسات، وتنحترم بصفه عامه، تتعرف انني راه حياتي هي بنتي. واش انا تعذبت؟ واش انا ما قريت؟ واش انا واحد تعدى عليا في عمره كبر مني ب 12 عام تعدى على هاد البنت؟ والله لا عيب. اجي وعاتبوني لقيتوني تندير تنتعرف في السوشيال ميديا، اجي وعاتبوني الا ولدت الولاد وشردتهم معايا. الطفلة بغيت نشوف فيها بحال البنات، تقرا تاهي وتمنى ما طلع طلع مديرة، طلع دكتورة، مالها بحال اي بنت. مازال عندك امل في بنتك ترجع تقرا؟ انا بنتي غترجع تقرا بايد الله، غترجع تقرا، حنت بنتي لما رجعت قرات غيتوقعوا من هاد الام شي حاجه اللي حتى انا ما تنطالب حتى شي حاجه، تنطالب الدراسه. يعني اسمحي لي مريم، السنين كامله من بعد ما طلقتي بقيتي مقاتله وخدامه على بنتك باش تشوفيها شي حاجه، اليوم حبسوها؟ انا ما تيهمنيش راسي، انا ام عيبت الله. واش ما امكم باش ام باقا شابه بنتها في الطوله ديالها ما بغات تجوز، ما بغات تسافر، ما غيرها؟ انا من النوع اللي ما تيغرنيش مال الدنيا وسخ الدنيا، انا تنخاف الله وتنترجى الله في بنتي. حنت ما بغيتش بنتي تكبر وتقول لهم مي شوهتيني. هاد البنت باقي غتجوج، بقات كبر وتقرا وتجوج، شي يقول لها راجل اجي شوف امك الفاسده؟ و انا حياتي هكا، انا ام هكا، تحياتي الامهات اللي تحتضن ولادهم من دون اباء، تحتضن. وما انا احتضنت بنتي، حرام. هذا هو الجزاء اللي ناخذه، الحكم. ما ندخل عند مديره وعارفاني بانني، وعاد المديره عارفاني، حنت مؤسسه تكون عارفه كل شيء، عارفاني بانني خدامه في كافي، عارفاني بانني يعني بنت بقى شابه ومعتنيه بنتي وقابطه بنتي، خاصها تكون في جنبي، خاصها تعنقني، خاصها تقول لي هكا كيكونوا امهات. هذه قالت لي سيري انت وياها، لوحي راسك في البحر، لوحي راسك في الزنقه انت وياها، تدير 17 عام وديري لها الباسبور
وهيا بنا الى الطيارات هكا هكا. وانا غير ما غنديش نبيع لحمي، انا كو كنت باغا نبيع لحمي وكو كنت باغا الفساد راه كلشي باين، علاش نبقاو نزوقو؟ انا باقا شابه، كو كنت بغيت غير راجل في المحرمات مني كانت البنت عندها 5 سنين غادي نعيش معاه في محرمات ونقري بنتي في البريفي، وغم غنكونش انا بنت طالعه في 14 عام كنت ساكنه غير في السطح، والحمد لله والناس شاهدين بالحق وتعرفوني. مريم غنجيو اليوم، مريم جيتي مدينة الدار البيضاء كتقلبي على الاستقرار ديالك، واش لقيتي الاستقرار ديالك هنا؟ لقيت غير الاغتصاب هنا باللغه العربيه، ما نكذبش عليك عشت في الزنقه. هادشي ومعاك البنت ديالك؟ ومعايا بنتي وشافت ولاد زياد، على انا ما قلتش تما كاينه في ولاد زياد نعسي في المحطه الفوق، ومنين حتى توصل 3 ديال الصباح تيبقاو يصفقوا، تيجي عندي السربيت وهي انت غير بقاي حيت غيجيو ناس اخرين فوج اخرين ديال الصباح. شفت شي حوايج اللي ليلى يلاه الحمد لله. دابا تقريبا شهر وانت هنايا، واش سكنتي لقيتي شي خدمه؟ باقا خويا باقا في الفندق. انا ما نكذبش عليك، انا ام ماشي بردت الكتاف، واخا مع الظروف اللي تنمر بها ما خليتش شي مقهى ولا شي ريستورو الماكله ما دخلت ليهم وقلت لهم السلام عليكم ها النمره ديالي الا بغيتيني نخدم، وعيطوا لي الخدمه، ولكن نخلي بنتي في فندق والبنت ما تتقراش باش الناس يعرفوا الفندق. الفندق ماشي شي فندق اللي هو 5 نجوم، فندق الشعب ديال 70 درهم، فندق ديال 70 درهم تيدخلوا غير غا الناس راه كلشي باين. يعني اي واحد كيجي ينعس في داك الفندق باش الناس ما يمشوش غالطين؟ اي واحد تيجي ناس، انا راه حاشا وجوه الناس، راه عندي ستايله، راه شريت ستايله، علاش غنخرج حاجه الناس للطواليت؟ راه ما غاديش نخرج. مريم اليوم باش كطالبي؟ كنطالب بالدراسه ديال بنتي، بغيت بنتي نشوفو تتبقى رجع تقرا باش انا ارجع فيه شويه ديال عندها غيتوني نرجع شويه تروح فيا باش نخرج نخدم على راسي. بغيت بنتي تقرا، ما بغيت والو، انا ما طالبه لا بديور لا بفلوس لا طالبه بالدراسه ديال بنتي، غير البنت في عمرها 14 سنه. وانا بغيت نقول للمسؤولين، المسؤولين ما غيشوفونيش، انا رسالتي المؤمنين الصالحين والمؤمنات الصالحات اللي تيخافوا بينه وبين الله نسوني، انا هاد البنت كل ما عندهاش الطموح للقراية بقوة ما تتشوف الصحافة معايا ولا تتكتب مقالات، دخلت عليكم بوجه الله والنبي رسول الله الا ما وقفوا معايا رجع بنتي للدراسة. والسلام عليكم مريم. ان شاء الله غادي نوقفوا معاك، والمغاربه كاملين كيتفرجوا كاملين غيضامنوا معاك، وان شاء الله غنلقاو حل، وهذا الفيديو غيتبارطاجا ويوصل لوزير التعليم، هذا الفيديو خاصو يوصل لوزير التعليم، كلشي بارطاجي. مشاهدينا الكرام كيف ما شفتوا القصه ديال مريم ام دعاء، يعني 14 سنه وهي شادها بنتها بسنانها، ما بغاتش تسمح فيها، ما بغات تزوج، ما خلاتها ما حتى شي حاجه، فين ما مشات بنتها معاها ما كتقدرش تخليها في شي بلاصه اخرى. كنتمناو يعني شي محسنين ولا مسؤولين يتدخلوا في هذه القضيه، هي الطلب ديالها الوحيد، ما بغى خدمه ما بغى حتى حاجه، بغى بنتها ترجع للمدرسه وهي قادها براسها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن.